أوضح معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بوزارة الخارجية بمدينة الرياض أن زيارة التاريخية الأولى لفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أو زيارة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة ومشاركته في أعمال القمة الأولى العربية الإسلامية الأمريكية تعطي مؤشرا إيجابيا ودلالة عميقة للعمل معا في الحد من التوتر في المنطقة. القمة الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ستعزز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين. المملكة العربية السعودية تتفق مع رؤية الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة في العالم وفيما يتعلق بالأولوية للقضاء على الإرهاب وبالذات داعش والقاعدة وفي التصدي لسياسات إيران العدوانية ودعمها للإرهاب وفيما يتعلق بإعادة بناء العلاقات مع التحالف التقليديين. كما أننا نتفق مع الولايات المتحدة في أمور المنطقة سواء سوريا والعراق أو اليمن في مواجهة القرصنة في تكثيف وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. فنتوقع بإذن الله أن يكون هناك مخرجات إيجابية جدا لهذه القمة. وحول القمة الخليجية الأمريكية أكد الجبير أن هذه القمة ستسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. بالنسبة للقمة الخليجية الأمريكية فهذه ستكون القمة الثالثة. الأولى بدأت في كامب ديفيد من سنتين والثانية كانت في مدينة الرياض منذ عام، وهذه القمة ستساهم بإذن الله في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، وهي مؤشر واضح للعالم بأن هناك علاقة استراتيجية تربط الطرفين. هناك مبادرات عديدة يتم بحثها تتعلق بموضوع التسليح، تتعلق في الجانب الأمني، تتعلق في الجانب الاقتصادي، تتعلق في مواجهة الإرهاب، تتعلق في مواجهة تمويل الإرهاب، تتعلق في تعزيز التعاون في المجال التعليمي. فهذه المبادرات قائمة ونسعى لتفعيلها وتكثيفها والاستعجال في تطبيقها خدمة لمصلحة الطرفين. كما أكد وزير الخارجية أن القمة الإسلامية العربية الأمريكية ستسهم في فتح صفحة جديدة من الشراكة والتعاون في مواجهة التطرف ومحاربة الإرهاب. القمة العربية الإسلامية الأمريكية هي قمة تاريخية وهي الأولى من نوعها، وكما ذكرت هي مؤشر واضح بأن الطرفين يرغبون أن ينتقل الحوار إلى حوار شراكة وإلى حوار إيجابي. سيلقي الرئيس ترامب كلمة أمام المؤتمر، سيكون التركيز على مواجهة التطرف، مواجهة الإرهاب، على نشر أفكار التسامح والتعاون والتعايش. هيكون التركيز على خلق شراكة بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية في عدة مجالات. سيتطرق إلى أمور الشباب وكيف والتعليم والتقنية والتجارة والاستثمارات. ونتوقع بإذن الله أن يكون هذه القمة حدث تاريخي يفتح كما ذكرت صفحة جديدة بين العلاقات بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة والغرب بشكل عام. وفي سؤال عن التدخلات الإيرانية في المنطقة أجاب معالي أن المملكة ستعمل مع حلفائها لضمان وقف نشاطات إيران العدوانية في المنطقة. الولايات المتحدة قد وضحت جدا أن إيران عليها أن توقف نشاطاتها المريبة في المنطقة، وسوف نعمل مع حلفائنا خاصة الولايات المتحدة لضمان أن نشاطات إيران في المنطقة تتوقف واحترام القانون الدولي وأن تلتزم بعدم التدخل في شؤون الغير، ونحن نعمل على ذلك وفقا لبعضنا البعض، ونعمل مع شركائنا مع الولايات المتحدة وشركائنا الآخرين في ذلك الأمر.
الولايات المتحدة قد وفرت لقدرات عسكرية للخليج وللسعودية وسوف تستمر في القيام بذلك وتعمل معنا الولايات المتحدة على الأمن السيبراني الإلكتروني وسوف تستمر في العمل على ذلك وكلا دولتينا تعملان على نظام يوفر الدعم ضد الصواريخ الوالسيات في المنطقة كما نعمل أيضا مع الولايات المتحدة على الأمن البحري وعلى المزيد من التجارة والمزيد من وكل هذه الأمور المهمة جدا لردع إيران ولضمان أن سياسات إيران العدوانية في المنطقة سوف تتوقف نهائيا.